احنا الحقيقة في بداية شهر رمضان بدأنا كده أول أيام رمضان بعدد ساعات صوم حوالي 14 ساعة وتلت. بعد كده بدأ اليوم يطول شوية بشوية، على آخر رمضان هيكون عدد ساعات الصوم وصل ل 15 ساعة وربع. ده معدل متوسط، لأنه في دول بتصوم 23 ساعة وخمس دقايق زي فنلندا على سبيل المثال، ودي طبعا أطول ساعات صوم في العالم. لكن كمان في دول تانية بتصوم عدد ساعات أقل، زي مثلا الأرجنتين بيصوموا حوالي 11 ساعة بس. خلينا نتابع مع حضراتكم في التقرير اللي جاي كل التفاصيل الخاصة بأطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم. تختلف مدة ساعات الصيام في رمضان حول العالم، حيث إن الدول القريبة من شمال الكرة الأرضية تطول فيها ساعات الصيام وتنخفض كلما توجهنا نحو القطب الجنوبي. وتعتبر دولة فنلندا الأكثر في عدد ساعات الصيام، حيث تبلغ 23 ساعة و5 دقائق، وبعدها السويد والنرويج وروسيا التي يبلغ عدد ساعات الصيام فيها 20 ساعة و45 دقيقة. ويشكل الإسلام نسبة ليست كبيرة في فنلندا، وحيث يبلغ عدد المسلمين تقريباً 100,000 نسمة، ومع ذلك يحرصون على أداء جميع شعائر الدين، ويعتبرون شهر رمضان فرصة للتكاتف والتعارف والتراحم. وتعد دولة جزر القمر الواقعة في المحيط الهندي الأقصر في عدد ساعات الصيام بين الدول العربية، حيث تبلغ 13 ساعة فقط. في المقابل يصوم أهالي المغرب العربي، تونس والمغرب والجزائر إضافة إلى العراق فترة تصل إلى 15 ساعة ونصف، وتمتد إلى 16 ساعة بنهاية شهر رمضان. بينما يصل معدل عدد ساعات الصيام في بقية الدول العربية إلى ما يقرب من 15 ساعة يومياً. أما أقصر ساعات الصيام في العالم فيشهدها مسلمو مدينة أوشوايا في أقصى جنوب الأرجنتين على مقربة من القارة القطبية الجنوبية، إذ لا تتجاوز 11 ساعة فقط.